أهلين دكتور رياس. تعال شرف. Thank you دكتور ناصر. الحقيقة بدي غطي عليه لأنه عنده ارتباط تاني مو أكثر من هيك. أنا سعيد إني أشوفكم كلكم موجودين هون، العدد رائع، وطبعاً سعادتنا أكبر إنه سعادة السفير موجود بيناتنا. ورح نبدأ الأسئلة، وبس housekeeping issues. مثل ما تفضل الأستاذ ريتشي، بليز لا تخلوا الأسئلة تكون سجال، خلي ما يكون السؤال أخذ ورد، بتسألوا سؤالكم وسعادة السفير بجاوب، أو مضروري يكون في statements طويلة. غير هيك ما في شروط، كل واحد بيحب يحكي أي شيء بيحب يحكيه، بس دورنا هون إنه نفرجي الكل، وخصوصا رجال الأمن الموجودين حوالينا، إنه نحن شعب منظم، ونحن منحب النظام ونمشي بالنظام، نوصل لحقوقنا من خلال النظام. مين عنده سؤال تفضلوا؟ السيس مفيد. شو دور حزب الله؟ بتحبوا نجيب واحد سؤال ولا؟ طيب، نحن يا أخوان هناك من يحاول أن يروج انطباع بأنه الجيش السوري ضعيف، والجيش السوري غير قادر على حسم المسألة، وبالتالي الجيش السوري بحاجة لمساعدة الخارج، وتحديدا يعني يصرون ويبرزون دور حزب الله، لأنه كما قلنا في قبل شوي أنه المسألة جيوبوليتيك اتفقنا عليها، المسألة ليست أزمة سورية سببها سوء تعامل بعض الجهات الأمنية مع 12 طفل في درعا، هذا حكي فاضي. المسألة مثل ما قلنا إلى علاقة بإعادة صياغة أو رسم الجيوبوليتيك في المنطقة، واستصدار صراع آخر بدل الصراع العربي الإسرائيلي. كيف بيصير هذا الكلام؟ سايكس بيكو تاني، لكن على أسس مش استعمارية، وإنما على أسس سكتيريان طائفية فئوية إلى آخره، وصولا إلى الحرب المنشودة اللي هن بدهن إياها، داحس والغبراء، يلي حتاخد شكل حرب بين سني وبين شيعة. إذن لكي ينجح هذا السيناريو يجب أن نذكي الصراع الطائفي في المنطقة، و نضعف بعض الأجنحة اللي في المنطقة اللي هي ضد هذا المشروع. العنوان الرئيسي في الحرب اللي عم نحكي عنها يلي إن شاء الله ما راح تصير، لأنه سوريا لن تسقط ولن تسمح بهذه الحرب العبثية، الهدف الكبير هو إيران. الهدف الكبير هو إيران، وطبعا لما منقول إيران يعني المقاومة اللبنانية أيضا، حزب الله في لبنان، لأنه شو قلنا من البداية، نحن شو اتفقنا، أنه هن غير قادرين أنه يضغطوا على إسرائيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وطالما أنه حزب الله هو مقاومة ضد إسرائيل، معناته هذا يشكل مشكلة كبيرة عليهم. إذا نحن مضطرين كعقول تآمرية أنه نحن نورط المقاومة اللبنانية في مجموعة من الأزمات، لكي أولاً نضعف مصداقيتهم كمقاومة، إنه هدول مو مقاومة، هدول ليكن عم يقاتلوا على جبهات تانية، مو مع إسرائيل، عم يقاتلوا على جبهات تانية، عم ينخرطوا في نزاعات داخلية. وثانياً لإسقاط مفهوم المقاومة، إسقاط المفهوم إنه بالنهاية هذا مفهوم عبثي لن يوصلكم إلى شيء. ضمن هذا المنطق، وبعد كشفنا النقاب عن سفن أسلحة عم تجي من ليبيا إلى لبنان وتركيا، تفرغ وتشحن إلى سوريا من قبل بعض الأطراف اللي بتعرفوها كلكم في لبنان وفي تركيا، سفن سلاح مش سفينة واحدة، سفن، شحنات من الإرهابيين اللي عابرين للحدود اللي حكينا عنهم، نواب في البرلمان اللبناني مقيمين داخل الأراضي التركية وعم يمولوا التهريب السلاح إلى سوريا علناً وعلى الفضائيات،
مدعين انه هن عم يبعثوا بس حفاضات اطفال وحليب ومياه معدنيه يمكن في احسن الاحوال. فهدول كلهم ما حدا شافهم على مدى سنتين من الازمه، ما حدا شاف انه في حدا عم يعني بمعنى انه قوى خارجيه خارجي عن اللعبه عم تتدخل في الوضع الداخلي في سوريا، ما حدا شافه. شافوا مجموعه من مقاتلي حزب الله هوجموا في البقاع، في البقاع وبعلبك والهرمل، هوجموا واطلقت النيران عليهم واستفزوا في صيدا وصور من قبل هذا الشيخ الأرعن اللي اسمه أسير، عجل الله في أسره. فكل هدول ما حدا شافهم، ما حدا شافهم أبدا، إلى أن قام حزب الله بالدفاع عن نفسه، دفاع عن النفس مضمون في القانون الدولي داخل لبنان. هلأ الخطوة الثانية كانت باعتبار أنه نجح في الدفاع عن نفسه داخل لبنان، جاءت عن طريق استفزازه من عبر مهاجرة قرى تؤيد حزب الله داخل الحدود السورية على شريط الحدود. 35,000 لبناني يعيشون داخل الأراضي السورية على شريط الحدود، هدول كلهم بيروحوا لمدارس سورية مجانا، بيتعالجوا في المشافي السورية مجانا، بيكبروا بيتوظفوا داخل سوريا كأنه سوري إلى آخره. باعتبار نحن يعني دائما كرماء مع 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 الآخرين ومع العرب، وساوينا سوريا ذكية بالأخير. فهدول مثل أولادنا، بدأ استفزازهم داخل الشريط الحدودي، يعني على الشريط الحدودي مع لبنان، هوجموا وقتل منهم العديد إلى أن تدخل حزب الله بإرسال جيشنا. طبعاً مشغول في القضايا الكبيرة يلي هي المعارك الكبيرة والمهمة، فأوكلت إلى 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 مقاتلي حزب الله مهمات صغيرة جداً تتعلق بحماية الناس المؤيدين للمقاومة وهم من اللبنانيين داخل الحدود السورية على الشريط تماماً. أما ما عدا ذلك الجيش السوري قادر على التعامل مع أي إرهاب وأي مجموعة مسلحة أخرى. فنحن ما بدنا نكبر. Let me take a look at it.